تاريخ عدنا قد رجعنا من جديد بالدماء قد كتبنا صفحة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم. كنت يومها صبيا في الصف التاسع الإعدادي في إحدى مدارس قطاع غزة في فلسطين، وكنا يومها ندرس المنهاج المصري، وكان مقررا علينا أن ندرس كتابا مدرسيا يروي قصة الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. كان هذا الكتاب مليئا بقصص الدسائس والمكر والخداع التي كان الكتاب يزعم بأن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه قد قام بها في حياته. أتذكر يومها جيدا كيف وقفت أمام أستاذي وقلت له بغضب شديد: لماذا نضيع الوقت بدراسة قصة رجل بهذه الصفات السيئة؟ الشيء الذي لم أكن أعلمه حينها أنني كنت ضحية من ضحايا الغزو التاريخي، وأن كل ما ورد عن هذا الصحابي الجليل من روايات تاريخية تتحدث عن خيانات وغدر وخداع في ذلك الكتاب كان غير صحيح على الإطلاق. ولكن تلك القصص وضعت خصيصا لكي نكفر أنا وأنت بأبطالنا الذين أوصلوا لنا هذا الدين. يكفيك فقط أن تتأمل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق هذا الصحابي الجليل. طبعا هذا الكتاب اللعين لم يذكر ذلك الحديث، فقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه عندما أسلم عمرو بن العاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. مرحبا بكم، هذا جهاد الترباني يحييكم في الحلقة 12 من برنامج العظماء 100، وفيها سنتحدث عن عظيم جديد من عظماء أمة الإسلام. هذا العظيم كان لؤلؤة الصحابة، واسمه خبيب بن عدي رضي الله عنه وأرضاه. ولكن قبل أن نستعرض قصة هذا الصحابي، أحب أن أشكر من جديد كل من بعث لي بتعليق أو صورة أو شارك معنا بأي مشاركة. وللإخوة الذين يسألون عن كتاب 100 من عظماء أمة الإسلام غير مجرى تاريخ، وردني من دار النشر أن الكتاب سيكون موجودا إن شاء الله في عدة معارض ستقام في الوطن العربي. نعود مرة أخرى إلى موضوع حلقتنا، الصحابة. لماذا يشن أعداء الإسلام حربا شرسة على جيل الصحابة على مر الأزمان؟ لماذا الصحابة بالتحديد؟ والحقيقة أن الهدف الرئيسي من هذه الحرب الشرسة على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ليس الصحابة بحد ذاتهم، ولكن الهدف الرئيسي لهذه الحرب الشرسة من قبل غزاة التاريخ هو أنا وأنت وطفلك الذي سيكبر يوما لكي يجد أن أصحاب رسوله كانوا بأخلاق سيئة كما صورها لنا غزاة التاريخ، وبذلك يغرس هؤلاء المجرمون في قلبه بطريقة غير مباشرة أن الصحابة ما هم إلا تلاميذ فشلة لأستاذ فاشل. وحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته أن يكونوا فاشلين، بل هم رمز للنجاح والشرف والتفوق الإنساني. ولكن غزاة التاريخ الذين في الغالب ما يكونون جواسيس على هيئة دعاة دين مدعومين من الخارج، يريدون أن يحولوك أنت إلى كائن فاقد للشخصية والهوية. ونحن حينما ندافع عن صحابة محمد صلى الله عليه وسلم لا نريد أن نحولهم إلى ملائكة، فالصحابة بشر مثلنا يصيبون ويخطئون، ودفاعنا عن الصحابة ليس فقط بسبب الدفاع عن أستاذهم الذي رباهم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أيضا دفاع عن أبطال أوصلوا هذا الدين إلي وإليك، دفاع عن الأشخاص الذين حفظ الله بهم القرآن الذي بين أيدينا، ونحن بذلك نرد إليهم بعضا من جميلهم عرفانا لهم عن دفاعهم عن حبيبنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولعل أحد فرسان الصحابة الأبطال واسمه المقداد ابن عمرو الدوسي يلخص لنا كيف دافع الصحابة عن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك في كلمات موجزة قالها للرسول قبل غزوة بدر الكبرى. المقداد ابن عمرو الدوسي قال للرسول قبل غزوة بدر: يا رسول الله، والله لا نقول لك مثل ما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. والصحابة جيل عجيب من البشر، فليس غريبا أبدا أن يظهر في أمة من الأمم شخص تعتبره تلك الأمة عظيما من عظمائها، ولكن العجيب أن يظهر جيل كامل من العظماء في نفس الأمة وفي نفس الوقت ودفعة واحدة. فلا يكتفي هؤلاء بتغيير حال أمتهم فحسب، بل يغيرون الأرض بمن عليها إلى يوم القيامة. فالصحابة هم الجدار المتين الذي يحيط بالقلب، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا تمكن غزاة التاريخ من تدمير الجدار المنيع لهذا البنيان القوي، سيصبح المجال مفتوحا لمهاجمة القلب. وإن كنت لم تعي بعد خطورة هذا القول، فاستمع إلى الوصف الذي وصف به الله سبحانه وتعالى صحابة رسوله: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ما أجمل هذا الوصف: ليغيظ بهم الكفار. تذكر هذا القول جيدا إذا ما رأيت أحدا لا يحب الصحابة: ليغيظ بهم الكفار. هذه الآية الجميلة التي وردت في سورة الفتح تذكر أن الصحابة بشر بهم في التوراة والإنجيل، أي أن أمم الأرض السابقة كانت تنتظر خروج هذا الجيل العظيم للبشرية، وهذا ورد في التوراة والإنجيل وفقا لهذه الآية. ولكن للأسف التوراة والإنجيل لا وجود لهما الآن، وما هو موجود الآن هو الكتاب المقدس البايبل، وبايبل تعني باليونانية الكتاب. لذلك خاطب الله اليهود والنصارى في القرآن الكريم بأهل الكتاب، والجميع يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يجيد اليونانية، وهذا دليل على أن هذا القرآن هو من وحي الله سبحانه وتعالى. البايبل هو كتاب تم جمعه بعد سنوات طويلة من رفع سيدنا عيسى عليه السلام، فصار هذا الكتاب يحتوي على قصص تاريخية مبعثرة تم جمعها من هنا وهناك، إضافة لما بقي من التوراة والإنجيل الذي حرف بعضه وسلم بعضه من التحريف. وعلى الرغم من أننا نعلم علم اليقين أن ذكر الصحابة ورد في التوراة والإنجيل، إلا أن ذكرهم اختفى من البايبل. ولكن هناك شيء عجيب ورد في البايبل في سفر التثنية، فقد ورد في النسخة الإنجليزية من البايبل، وهي نسخة الملك جيمس King James Bible، ورد الآتي: The Lord came from Sinai and rose up from Seir unto them. He shined forth from Mount Paran, and he came with 10,000 of saints. From his right hand went a fire law for them. هذا المقطع الذي ورد في سفر التثنية ترجمته إلى العربية ما يلي: جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من سعير وتلألأ من جبال فران
وأتى ومعه 10,000 قديس، وعن يمينه خرجت شريعة مضيئة كالنار لهم. هذا النص التوراتي يتحدث عن 3 أماكن تخرج منها البركة حسب الكتاب المقدس. أولها جبل سيناء حيث كلم الله موسى هناك، وثانيها جبل سعير، وهو جبل يقع في أرض فلسطين كما ورد في إصحاح يشوع، وثالثها هو جبل فران. ولكن أين يقع جبل فران؟ بالرجوع إلى البايبل نفسه ورد أن جبل فران هو جبل يقع حيث يسكن إسماعيل عليه السلام. ورد في سفر التكوين: كان الله مع الغلام فكبر وسكن في البرية، وكان ينمو رمي قوس وسكن في برية فران. إذن فالكلام الذي ورد في ذلك المقطع كان يتكلم عن سيناء عن سيدنا موسى، وعن جبل سعير عن سيدنا عيسى، وعن مكة وهو المكان الذي خرج منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وال10,000 قديس الذين كانوا معه هم 10,000 صحابي الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتح مكة كما ورد في السيرة النبوية. ولكن بالرجوع إلى النسخة العربية التي ترجمت نفس المقطع ورد في البايبل بالنسخة العربية الآتي: جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من سعير وتلألأ من جبال فاران وأتى من ربوات القدس، وعن يمينه نار شريعة لهم. هل لاحظتم شيئا؟ أين 10,000 قديس؟ لقد حذفت من الترجمة العربية. لماذا حذفت من الترجمة العربية بالذات؟ الشيء الذي ربما لا يعرفه الكثير أن هذا البرنامج متابع بشكل كبير من كثير من المسيحيين العرب الذين يناصرون قضايا الأمة أكثر من كثير ممن يعتبرون أنفسهم مسلمين. منهم من يبعث لي برسائل خاصة يطلبون مني الاستمرار بهذا العمل. أشكركم جميعا وأقرأ رسائلكم، ولكن اعلموا أنكم أنتم أيضا مثلنا ضحية لغزاة التاريخ، ولكن غزاة التاريخ عندكم غيروا حتى في الكتاب المقدس، لأنهم يعلمون جيدا أن المسيحيين العرب من حكم معرفتهم باللغة العربية سيعلمون من المسلمين العرب أنه عندما فتح رسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم مدينة مكة كان معه 10,000 صحابي، 10,000 قديس. إن من ترجم وحرف في هذا الكتاب وحذف هذا المقطع لا يريدون لكم أنتم أن تعرفوا الحقيقة كما فعل معنا غزاة التاريخ في تزوير تاريخنا الإسلامي. نفس الشيء، ولكن إن شاء الله سنحاول جميعا أن نغير من هذا الواقع الذي ورثناه عن آبائنا للأسف. أما الآن فنستعرض سوية قصة عظيمنا لهذه الحلقة، وهو الصحابي الجليل خبيب بن عدي رضي الله عنه وارضاه. وسبب اختياري لخبيب بن عدي ليمثل الصحابة في هذه الحلقة هو أن خبيب يمثل جوهر الصحابة، فدراسة قصة هذا العظيم الإسلامي تعطيك شرحا موجزا عن الصحابة بشكل عام. وخبيب هو صحابي من الأنصار من قبيلة الأوس، والأنصار هم الصحابة الذين كانوا يعيشون في المدينة ونصروا الرسول في هجرته، لذلك سموا بالأنصار. وهذا الصحابي الجليل كان أحد أبطال معركتي بدر وأحد. وبعد معركة أحد جاء وفد من قبيلتين عربيتين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا للرسول أنهم يريدون أن يسلموا، وأنهم يريدون من الرسول أن يبعث معهم من يعلمهم الإسلام. فبعث الرسول صلى الله عليه وسلم بمجموعة من الصحابة من بينهم خبيب بن عدي، وفي الطريق غدر أولئك المجرمون بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وقتلوا أغلبهم وأسروا من تبقى، وكان من بين الأسرى خبيب بن عدي. فقيدوا خبيب بن عدي وباعوه لكفار قريش لكي ينتقموا منه، حيث أن خبيب كان أحد أبطال معركة بدر التي قتل فيها كثير من كفار قريش. فقرر كفار قريش أن يقتلوه بطريقة
لم يقتل بها مسلم قبل ذلك، قرروا أن يقتلوه صلبا، فقيدوه بالسلاسل وحبسوه إلى حين تنفيذ الحكم، حكم الإعدام صلبا. فحاصروه وألزموه وقيدوا منه الفقر، أخفوا مكان وجوده وقطعوا عنه الخبر. فحاصروه وألزموه وقيدوا منه الفقر، أخفوا مكان وجوده وقطعوا عنه الخبر. بيني وبين والله خير الماكرين، ولن يضرك من مكر، ما ضل عنهم أو نسي، سمع الإله ولا البصر. آه حبيبي إنني في كل يوم أحتضر. كان خبيب في هذا الوقت يتعبد الله ويديه مقيدتين، وبينما هو في الأسر تروي إحدى النساء التي رأته في أسره واسمها مريم، وهذه المرأة أسلمت بعد ذلك. روت مريم للمسلمين أنها شاهدت خبيب في محبسه وفي يديه قطف من العنب. تقول مريم أن حبات العنب التي كانت مع خبيب كانت كبيرة جدا، على الرغم من عدم وجود عنب في مكة كلها في ذلك الوقت. رباه وأكسر قيده، رباه إنا ننتظر، واجمعنا في دار هنا وفي الجنان والنهر. رباه وأكسر قيده، رباه إنا ننتظر، واجمعنا في دار هنا وفي الجنان والنهر. فنكون بين الشاكرين، وكم قليل من شكر. وعندما أبلغ الكفار خبيب أن ساعة القتل قد اقتربت، طلب منهم هذا الصحابي الجليل أن يعطوه موسا لكي يحلق شعره قبل الموت. وبينما كان الموس بيديه، زحف أحد أطفال الكفار الذين كانوا يأسرون خبيب، فجلس الطفل بين يدي خبيب وخبيب بيده الموس، فدخلت أم هذا الطفل فصعقت من هذا المنظر، وأدركت أن بإمكان خبيب أن يقتل هذا الطفل انتقاما منهم، أو على الأقل بإمكانه أن يأسر هذا الطفل ويطالب بأن يطلق سراحه. فنظر إليها خبيب وقال: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله. يدعوك أطفال الصغار وفي أيديهم كسر، ما عاد يسعدنا دما أبدا وصار الحلو مر. يا رب هذا حالنا وأبونا في قبو أسر. وعندما جاءت ساعة الموت، خرج الكفار بخبيب ليقتلوه، وقد نصبوا خشبة ليصلبوه عليها، فطلب منهم أن يسمحوا له بأن يصلي لله ركعتين، فأذن الكفار له أن يصلي، فصلى خبيب ركعتين خفيفتين، وبعد أن انتهى منها قال لهم: والله ما قصرت في الصلاة إلا خوفا أن تقولوا أنني خائف من القتل، وإلا لأطلت الصلاة. فكان خبيب أول من سن الصلاة قبل القتل. شكوت حالي للذي هفى الفؤاد له وفر، وكيلنا رب الورى ملك الملوك المقتدر. شكوت حالي للذي هفى الفؤاد له وفر، وكيلنا رب الورى ملك الملوك المقتدر. كم من جراح قد أطابه
قد جبر. واقتاد الكفار خبيب إلى الصليب، وصلب خبيب عليه، وجمع كفار مكة جميع أهلهم لكي يشاهدوا منظر هذا المسلم وهو يصلب. وبينما هو مصلوب قالوا له: يا خبيب، هل تحب أن يكون محمد مكانك؟ فنظر إليهم خبيب بعينين واثقتين وقال لهم: والله ما أحب أن أكون الآن بين أهلي وأن تشاك قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشوكة واحدة. تأملوا معي حب الصحابة لرسول الله. وبينما خبيب مصلوب نظر إلى الكفار وأنشد هذه الأبيات: لقد جمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي، وكلهم مبدي العداوة جاهد علي لأني في وثاقي بمضيعي، وقد جمعوا أبناءهم ونساءهم، وقربت من جذع طويل ممنعي، إلى الله أشكو غربتي ثم كربتي، وما أرصد الأحزاب لي عند مصرعي، فذا العرش صبرني على ما يراد بي، فقد بضعوا لحمي وقد ياس مطمعي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي، وقد خيروني الكفر والموت دونه، وقد هملت عيناي من غير مجزعي، وما بي حذار الموت، إني لميت، ولكن حذاري جحم نار ملفعي، فلست أبالي حين أقتل مسلما، فلست أبالي حين أقتل مسلما، على أي جنب كان في الله مصرعي، ولست بمبد للعدو تخشعا ولا جزعا، إني إلى الله مرجعي. ثم نظر خبيب إلى السماء وقال: اللهم بلغ رسولك مني السلام. وبعد ذلك توقفت أنفاس خبيب وفاضت روحه إلى بارية. وبينما الصحابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ به يسمعونه يقول: وعليك السلام يا خبيب، وورد في هذه القصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بنفر من الصحابة لكي يفكوا جثمانه من الصلب، وفعلا ذهب الصحابة إلى ذلك المكان وفكوه من الصلب وحملوه لكي يدفنوه، ولكن كفار قريش شاهدوا ذلك المنظر فأسرعوا خلف الصحابة، وفي الطريق سقط جثمان خبيب من على ظهر الفرس، فذهب الكفار إلى ذلك المكان الذي وقع فيه الجثمان لكي يأخذوه ويعيدوه إلى مكانه، ولكنهم تفاجأوا أن الجثمان قد اختفى، لقد ابتلعت الأرض جثمان خبيب بن عدي. الله خير الماكرين، ولن يضرك من مكر، ما ضل عنهم أو نسي، سمع الإله ولا البصر، آه حبيبي إنني في كل يوم أحتضر. قصة خبيب بن عدي كانت قصة واحدة من قصص الصحابة، ونحن إذ ندرس قصص الصحابة فإننا نتعلم منها الدروس والعبر، ونتعلم منها أيضا ديننا الذي كانوا هم أول من طبقه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك شيء ورد في هذه القصة التي ذكرناها: خبيب لم يقتل الطفل الذي كان بين يديه
بالرغم من أنه كان يستطيع فعل ذلك، أو على الأقل كان بإمكانه أن يأسر ذلك الطفل ويطالب بالإفراج عنه، ولكنه لم يفعل. والشيء اللافت أن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما علم بهذه القصة لم يعترض على ما فعله خبيب. تابعوا معنا الحلقة القادمة التي سنكشف فيها الكثير من الأسرار التي ربما تغير من تفكير الكثيرين منا. هذه المعلومات التي سنذكرها في الحلقة القادمة إن شاء الله ستوضح لنا كثيرا من الأمور التي اختلطت علينا في هذا الزمان. كونوا في الموعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تاهت على درب الهوى خطواتي، وتكالبت في العدل كل عداتي. هم يحسدوني ما دروا أني هنا، جهرا أبيع العشق من زفراتي. سأتشرف بمشاركتكم لقناتنا على اليوتيوب لتصلكم حلقة البرنامج أولا بأول، وسأتشرف أكثر بمتابعتكم لصفحتنا على فيسبوك 100 من عظماء أمة الإسلام غير مجرى التاريخ، ولحساب الشخصي على تويتر جهاد الترباني. لا تنسونا من صالح الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فالحب يسمو ثم يسمو عاطرا، حين الحديث عن الصحابة ياتي. فالحب يسمو ثم يسمو عاطرا، حين الحديث عن الصحابة ياتي. فالحب يسمو ثم يسمو عاطرا، حين الحديث عن الصحابة ياتي. هم قامة الجوزاء، هم بدور الدجى، هم نور حق بدد الظلمات. تاهت على درب الهوى خطواتي، وتكالبت في العذل كل عداتي. يحسدوني ما دروا أني هنا، جهرا أبيع العشق من زفراتي. وقف الزمان بهم فخورا شامخا، متطلعا للمجد والسورات. هم عصبة الإيمان، فاسأل يا ترى من آزر المختار في الأزمات. ما بدر ما الأحزاب، ما أحد وما يوم التقى الجمعان بالعدوات. ما الفتح ما يروى بخيبر، إنهم فرسان حق لا تذل لعات. من زفراتي إني أدين الله حبا صادقا، للصحب أرجو عالي الدرجات. وأحب دربا قد مشوه، وليتني لم أحذ حذو بنية الطرقات. وتكالبت في العدل كل عداتي. هم يحسدوني ما دروا أني هنا، جهرا أبيع العشق من زفراتي. تاهت على درب الهوى خطواتي، وتكالبت في العدل كل
فحاصروه وألزموه وقيدوا منه الفقر، أخفوا مكان وجوده وقطعوا عنه الخبر. فحاصروه وألزموه وقيدوا منه الفقر، أخفوا مكان وجوده وقطعوا عنه الخبر. بيني وبين حضوره قد حال ظلام النشر، والله خير الماكرين. ولن يضرك من مكر، ما ضل عنهم أو نسي، سمع الإله ولا البصر. أه حبيبي إنني في كل يوم أحتضر. شكوت حالي للذي هفى الفؤاد له وفر، وكيلنا رب الورى ملك الملوك المقتدر. شكوت حالي للذي هفى الفؤاد له وفر، وكيلنا رب الورى ملك الملوك المقتدر. كم من جراح قد أطاب وكل كسر قد جبر. يدعوك أطفال الصغار وفي أياديهم كسر، ما عاد يسعدنا دما أبدا وصار الحلو مر. يا رب هذا حالنا وأبونا في قبو أسر. رباه وأكسر قيده، رباه إنا ننتظر، واجمعنا في دار هنا وفي الجنان والنهر. رباه وأكسر قيده، رباه إنا ننتظر، واجمعنا في دار هنا وفي الجنان والنهر. فنكون بين شاكرين وكم قليل من شكر. أرجوك رب العالمين ندعوك في علن وسر، يا منتهى صرخاتنا ندعوك دوما فانتصر. وصل رب على الصفي مدام عرشك واستقر.